يقول السائل: ما حكم ما يسمى بدارت أو القرعة؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء وفيها تفصيل كثير، والصحيح والله أعلم جوازها، الصحيح والله أعلم جوازها، لأن فيها عونا على يعني جمع هذه الأموال، فإن بعض الناس إذا كانت الأموال تحت يده فإنه ينفقها ويتوسع في النفقات بما لا طائل تحته، لكنه إن انخرط في مثل هذه الجمعيات فإنه يعني يستطيع أن يوفر مبلغا يعني يقضي به حاجاته من شراء يعني بعض الأثاث أو بعض الآلات التي يحتاجها. فالأصل أن الأمر جائز، لأن المبلغ الذي يدفعه هو الذي يسترده سواء بسواء، وقد وقع ذلك بالتراضي بين جميع الأطراف، فلا حرج في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.